خارجة نفوج مع راسي يا خلوني نعيش حياتي نتفايا نجلس في كافي نتلقى الويفي ونبقى شادي خارجة نفوج مع راسي يا خلوني نعيش حياتي متسارة نجلس في كافي نتلقى الويفي ونبقى شادي وندير حالة في الرجال. السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم معايا اليوم في هذه الخريجه في هذا الفلوغ الزوين ان شاء الله. وحنا غاديين من افران لخنيفره، كتبان لي هذه البنايه غزال واعر عجبتني بزاف، ضروري نبط ندير شويه تيك توك. هضرني راسي مشيت سقسيت المخازني، قال لي هذه واحد خيريه اماراتي داروها الامارات. الناس اللي ما يعرفوش المنطقة هذه عيون ومربيح. البنات كنصحكم تجيو بالبلانه ما تجيوش بالطالون. كتشوفوا معايا هنا كيقدموا طاجين وكيديروا اتاي، كتكري هاد البلاصه هادي تقدري تجلسي فيها العشيه كامله. بالنسبة للناس اللي بغاو يمشي ويديروا حسابهم انه تما كاين الماكله كاين كل شيء، كاين طواجن كاين اتاي كيديروا الملوي مع العشيه مع الصباح، يعني دير حسابك على حساب النباته وصافي. يعني كاين حتى الوطيله تما في عيون مربيع، كاين حتى ديور الكره تما في عيون مربيع، وتقدر ترجعوا تباتوا في إفران. بالنسبة للماكلة موجودة، كلشي موجود. حنا هنا مشينا من 6 الصباح ورجعنا لإفران، صراحة عييت. بالنسبة اللي مشى لإفران هي الأولى عطل عيون مربيع، من الأحسن أنه يبقى. بنات
زعما في عيونهم الربيع كيكون الجو زوين بالليل والصباح، ولا غدا اللي شد على طريقه كلمام ويدخل خنيفرة ويدوز على افران الحاجب، وبنان واحد غادي هو كيتسارى منها حجه واش يقولوا حجه وزياره. المهم كنتمنى يعجبكم الفلوق، وكنتمنى تعجبكم المنطقه بالنسبه للناس اللي ما عمرهم زاروها. هذا كتعريف خفيف باقي ما يتشاف، باقي شلا ما يتشاف. بالنسبه لي انا ديجا يعني تساريت تما وكنعرف مزيان تما، مشيت هذه المره غير لعيون مربيع. مي كنتمنى ان شاء الله من بعد هذا الكونفينمون يسهل الله ونعاود نديرو شي مشيه تما، لان والله العظيم الخاطر يشتهي ديك المنطقه والله. بالنسبه لهذا لا فيديو مراه مصور قبل كورونا، ماشي تجات كورونا غير ما حطيتوش. بالنسبه لي انا هنا نظرا لضيق الوقت وكنتابعني الخدمه والكونجا قرب يسالي لي، رجعنا بتنا في فران. افران وهذه دويره خفيفه في افران. هنا شدينا لوطيل تحينا وبدلنا علينا وعاد خرجنا نشوفوا شنو كاين هنا. ايوا يا لاله لقينا لك لبسه الشلوح كيديروا لك اللوشام. ولا بغيتي ديري العرس قبل وقته تبرزي كريو لك اللبسه ويديروا لك اللوشام وانت كتصور التليفون ديالك وديري لي فيديو. صحتكم الخارجه مسبقا، كنتمنى تعجبكم المنطقه، عجبكم الفلوق ديالي وشجعوني بلايك الى عجبكم، خليو لي كومونتير. يلا بسلام عليكم، الفيديو الجاي ان شاء الله.